طيب رجع صوتي ورجع المايك طبعا. نجمة الكوميديا ميليسا مكارثي ثقيلة الوزن التي صار لها ثقل أكبر في شباك التذاكر، فكيف استطاعت هذه الممثلة أن تفرض موهبتها في مدينة الأشكال المعلبة اللي هي هوليوود طبعا، وكيف ساهمت في تغيير الصورة النمطية عن نجمات التمثيل في هوليوود؟ سنضيء على مسيرتها السينمائية فيما نستعرض أسماء أخرى لممثلات كبيرات حجما وقدرا في أمريكا. وطبعا للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الناقد السينمائي خالد مجذوب. صباح الخير خالد. صباح النور يا هلا. يعني نحن نعيش في مجتمع يسمح للمرأة بأن يعني تحط وزن زائد فقط خلال فترة الحمل، من بعد ممنوع ومن قبل ممنوع. ونشهد يعني أنت يعني تخيلي أن تتعرضي لنوع من segregation بمكان عملك لنقول بسبب شكلك ووزنك. هلا هيدا تعاني يعني مأساة تعاني منها ملايين النساء، وهوليوود صبت الزيت على النار. طبعا موضوع النحافة رمز للجمال، هي ظلت لي سنوات طويلة عقود 3 أو 4 عقود حلم مستحيل للجامعات. مين المفترية بهذا الموضوع؟ جوليا روبرتس هي السبب، وخصوصا من وراء فيلم Pretty Woman و Sleeping with the Enemy. أعادت جوليا روبرتس تغيير مقاييس ومعايير الجمال في التسعينيات، بعد ما كان من قبل شكل المرأة مفروض بأن تكون voluptuous، يعني عندها فيها شوية تضاريس يعني تضج أنوثة بالضبط، مارلين مونرو على سبيل المثال مثال وغيرها الكثيرات. كل فترة كل حقبة من الزمن تتغير معايير ومقاييس الجمال. بس هي في هوليوود إذا تتذكر كيت موس من ناحية الفاشن هي اللي كسرت الدنيا بالنحافة الزائدة اللي انتبه هو يعني وكانوا almost simultaneously مع بعضهم. هيدا الموضوع بالضبط مهيرة دفع أطباء النفس حول العالم، دفعهم يعني جعلت أطباء مناشدة هوليوود وحتى معدي عرض الأزياء والفاشن ديزاينرز بأنه أرجوكم ابتعدوا عن النساء الكثيرات النحافة يعني العارضات، لأنه هيدا سبب يأس وأحباط للعديد من النساء. في ممثلات على رأسهم ميليسا مكارثي رفعنا راية هذا الفيلم يعني إذا بدنا نحكي عن موهبتها التمثيلية نحتاج إلى كلام حلقة وحلقات وحلقات. البنت عندها موهبة كوميدية فذة عبقرية. طبعا هون نحن عم نشوف مشاهد من سباي، فيلم رائع جدا حقق من خلاله نجاح منقطع النظير، جابت فوق $200 مليون. طيب رفعت راية العصيان على النحافة الشديدة ولم تكترث. ترفض مكارثي الخضوع لهيمنة السلطة الذكورية في هوليوود والتي تحدد شكل ومظهر المرأة في السينما. إذا لم تكن المرأة في هوليوود من الآخر كائنا حسيا جنسيا مهمته الأساسية إثارة الرجل لا تنجح. إجت مكارثي وقالت نو، أنا بدي أكون انعكاسا للواقع. شو هو هالواقع مهيرة؟ واقع بيقول بأنه في 35.7% من سكان أمريكا يعانون من البدانة المفرطة obesity. مش عم نحكي وزن زائد، مش عم نحكي تختخة، لا أبدا. وكل 3 من 4 نساء في أمريكا يعتبرنا من أصحاب يعتبرنا overweight، من أصحاب الوزن الزائد. يعني من 3 إلى 4 نساء عندهم وزن زائد، ما عم نحكي obesity كبيرة. طيب إجت ميليسا مكارثي وقالت أنا بدي أكون مرآة حقيقية لهذا الواقع، لأنه إذا كملنا هيك يتم إقصاء شريحة كبيرة من الجمهور الذي لا يجد شخصيات يمكنه التفاعل معها أمام شاشة السينما. طيب وصل الأجساد الممشوقة يعني والنحافة التي أصبحت مرضية. طبعا بحسب قبل ما ننتقل حسب سريعة منقول أكثر بلد منتشر فيه مرض فقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا والبوليميا نيرفوزا هو أمريكا. بيد انه بس قبل ما تنتقل ايش اسم كمان في واحدة استرالية حاليا بتنافسها طبعا اللي مثلت بي بيتش بيرفكت واللي مثلت بي هلا ذا براذرز جريمزبي اوكي اتس اون ذا تيب اوف ماي تانج. خلص بنتذكرها بس ليش هم دائما صاحبات الوزن الزائد دائما بيخلوهم او اغلبهم للكوميديا حتى في الوطن العربي. صحيح. اي واحدة تختوخة خلاص يلا بس انت بتمثلي بس رح نخليكي وحتى بالواقع انسي برات التمثيل التختوخة بيقولوا انه حرام بس دمها خفيف وكانه انه خفة الدم هي التي يعني تجعل من الوزن الزائد مقبولاً. طبعاً هيدي هون موروثات ثقافية واجتماعية ونظرات يجب أن تتغير بالكلتشر تبعنا. طب وحدة تختوخة وما لازم ننتقل لهيدي العملاقة الأستاذة الكبيرة كاثي بيت وسلسلة من الأدوار الرائعة المشحونة بالعاطفة والصدق، أداء حقيقي بعيد عن الافتعال وحضور طاغ ومميز. عم نشوف هون مشاهد من فيلم إذا منك حاضرتي لازم تنصحي
فيلم اسمه دولوريس كليبرن. دولوريس كليبرن استزي بالاداء. طبعا رفضت كاثي بيتس بان تكون تايب كاست بعد دورها المرعب بميزري يلي حازت من خلاله على جائزة الأوسكار الوحيدة في رصيدها. طبعا بهوليوود المؤسسة الذكورية بالنسبة لهم الوزن الزائد بيسمح للمرأة بأن تلعب أدوار السايكو. طيب احنا قاعدين نشوف بما أنه احنا هلأ هون انتقلنا لكوين لطيفة. لطيفة أو هي لطيفة. هي لطيفة جدا. هي صورة المرأة القوية الإرادة والعزيمة. أرادت منذ البداية أن تنتصر لعرقها أولا ثم جنسها ثانيا ولمظهرها وشكلها الخارجي ثالثا. كان لصراعها أوجها عديدة في هوليوود لكنها ثابرت وتركت بصمة من خلالها رفضت القوالب الأنثوية التي حاولوا وضعها بها. أوكي. نجي لغابوري سيدي باي. غابوري سيدي باي هيدي بتتخيلي أنه بريشس أول دور لإلها. هل الدور معقد ودور صعب ودور إله ليه رشحت من خلاله رشحت إلى الأوسكار. أوكي. ولكن جاء الترشيح مع حملة شعواء. تخيلي أنه في فيديوز بتسميها دونكي أوف ذا داي لغابوري سيدي باي لأنه بيعتبروا بأنه وحدة قبيحة بهذا الشكل ويعني ناصحة بهذا الشكل. نقول ناصحة بالدارج اللبناني يعني سمينة بهذا الشكل. كيف لها بأن تترشح إلى الأوسكار؟ وكأنه الناس استكتروا عليها أنه هذا النجاح بما أنه شكلها هكذا ووزنها هكذا. كيت وينزلت حدا بيعتبر أنه كيت وينزلت امرأة سمينة؟ كيت وينزلت امرأة جميلة اولا وجذابة جدا رشكت رح تشيل انت راسل الاسماء كانت رح تشيل. فانا انا بالنسبه طبعا انا اصدق لانه تخيلي ان تتعرض امرأة مثل كيت وينزلت الى ما يشبه سيجريجيشن الى ما يشبه يعني قالوا لها بهوليوود بدك تكملي لازم تنزلي 30 كيلو من وزنك. فهي 30 كيلو اول طلعتها لما كانت مع سانس اند سنسيبيليتي مع اما تومسون عام 1996 قالت ابدا كانت بصحة بس ما كانت ناصحه. هي كمان زواجها من مخ وكذا كمان ساهم يعني اوكي بس قبل هيدا اجى عفوا هيدا اجى بعد. هي ضلت منذ البدايه عم بتقول انا ارفض ان اقع ضمن الصوره النمطيه للمراه في هوليوود والتي واليوم جينيفر لورنس بتعاني من نفس الى حد ما بتعرف انه كيت وينزلت ترفض ان تخضع اي صور تاخذ لها للفوتوشوب يعني واللي زيها لينا دانهام اللي رح نحكي معها للاسف لينا دانهام تخيلي جينيفر انستون اول طلعتها بفرنز قالوا لها اذا ما بتنقصي 15 كيلو ما بت كملي وهي اليوم اللي هي فتنس كوين بهوليوود طبعا. اسم الكوميدية الأسترالية رابل ويلسون. رابل ويلسون اوف كورس. ثانك يو ماجد. شكرا جزيلا للناقد السينمائي خالد مجذوب. احنا رح نكمل حديثنا تحت الهواء عن رشيقات هوليوود.